سكشن الالكترونكس جنب الكنترول. ماده الالكترونكس الترم دوت ماده يعني ايه يا ظريفه اجمالا، يعني مش سيئه ومش صعبه يعني. بالنسبه طبعا للناس اللي هتفضل مكمله في تراك الالكترونكس، ماده مهمه طبعا بالنسبه لهم، ان هي بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على ثلاثه حاجات مهمين. بتتكلم على البي ال ال. البي ال ال دي حاجه اختصار لفيز لوكت لوب، ابتديتوا فيها بتهيألي صح؟ وبتتكلم كمان على حته في الانالوج اللي هي كارنت ميرورز اوب امس والحته دي كده، وفي حته كمان ثالثه اللي هي ديجيتال. ها في حته مع الدكتور كريم. الجزء اللي هو بتاع الانالوج الكترونكس ده جزء مهم جدا، اللي هو الاوب امس والكارنت ميرورز والكلام ده كله. مهم ليه؟ لان انت لو مثلا بعد ما خلصت كده، لو انت في تراك الانالوج يعني، لو انت رحت في اي مكان اي شركه على اي كده في اي انترفيو، الاسئله بتكون هنا كده يعني، في الانالوج، في الكارنت ميرورز، او تي ايز، اوب امس كده، تمام؟ حتى لو انت الجي بي بتاعك كان ار اف وكده يعني، فانت برضو ستيل في الاخر ايه، الانترفيو بيبقى مينلي حوالين الحاجات دي، جنب طبعا البلوك اللي انت عملته في الايه جراديويشن بروجكت يعني، تمام؟ البي ال ال برضو مهمه، لان في ناس يعني، في ناس بعد كده ممكن تفضل شغاله هنا، او في ناس اصلا ممكن منكم تلاقي مشروع تخرجه اصلا كان بي ال ال، تمام؟ البي ال الز برضو سهله يعني، مش صعبه، هي في الاول بس كده انت محتاج شويه وقت عبال ما ايه تجمع الفكره بتتكلم عن ايه، وان احنا اللي هنعمله في تايب 1 بعد كده نعمل زيه في تايب 2 وكده يعني. بس اجمالا البي ال ال برضه سهله وما فيهاش مشاكل يعني، تمام؟ حتى السلايز بتاعت الدكتور كفايه جدا في الجزء بتاع البي ال ال ده، السلايز واللي بعد كده الشيتس اللي هنحله يعني. الجزء بتاع الدكتور كريم بيتهيألي صغير وهيبقى قرب الاخر خالص يعني، احنا على حسب بقى هيبقى يجيب منه جزء في الميد تيرم ولا لا، هيبقى على حسب كده ندي سيكشن تبعه قبل الميد تيرم، لو لا هيبقى في حاجه تبع الفاينل وخلاص على كده، لكن بقيه الترم كله هيبقى ايه؟ هنبقى شغالين في البي ال ال وفي الانالوج الكترونكس، تمام؟ واضحه كده؟ طيب لو جينا نتكلم في الانالوج الكترونكس، فاحنا طبعا اول حاجه هنتكلم عنها في ايه؟ هنتكلم عن كارنت ميرورز، تمام؟ ليه الواحد اصلا عايز يعمل كارنت ميرور؟ لان في بلوك، هو عنده بلوك عايز يعمل له بايسنج، صح؟ يعني في بلوك عايز يمشي فيه كارنت هو عايزه. الكارنت ده اجيبه منين؟ الكارنت ده انا نفسي اصلا يكون ما بيتغيرش مع البي في تي، صح؟ يعني مع البروسيس والفولتج فاريشنز والتمبرشر فاريشنز، انا عايزه يفضل ثابت، صح؟ عشان البايس بتاع السيركتري بتاعتي يفضل ثابت، بحيث ما تتغيرش الدي سي بتاعها، ما يتغيرش حوالين الايه؟ مع الكورنرز، صح كده؟ كورنرز يعني الناس عارفه يعني ايه كورنرز؟ طيب يعني الكورنرز عامه يعني قصدي ايه؟ اللي تشيب في حاجه اسمها بي في تي، يعني دلوقتي لو انا عملت التشيب، فانا بالتالي ايه ممكن الاقي نفسي بعد ما التشيب ما طلعت ان انا بقيت محطوط في ايه، انا كنت عامل ديزاين مثلا ان التمبرتشر 25 عادي اللي هي الروم تمبرتشر، تمام؟ بس ممكن اصلا تبقى هي ايه بعد كده لما تيجي تشتغل مع الهيتنج وكده بتاع التشيب، يبقى اصلا هي مش شغاله عند 25، ولا انا كمان في بلد حر ممكن الاقي ان التمبرتشر راحت لايه مثلا 100 مثلا ولا حاجه، او 70 او ايا كده، جزء جاي من البلد يعني ان هي حر، وجزء جاي طبعا من ان السيركتري نفسها بتهيت لان هي بتحرق باور، صح؟ ممكن في وقت تاني الاقي نفسي ان انا لا رايح في كورنر تاني، رايح في ناحيه التمبرتشر ناقص 40 او الناحيه التانيه من التمبرتشر، جو برد، شغال في الفضاء، التشيبايه بتاعتي كده يعني، تمام؟ فبالتالي ده كده بيبقى ايه الفاريشن بتاع التمبرتشر مثلا. في برضه الفولتج ذات نفسه بيبقى ليه برضه فاريشن، لان الحاجه اللي مسلماني الفولتج ذات نفسها، اولا السبلاي ذات نفسه، الباتري ذات نفسها الفولتج بتاعها مش ثابت مع التايم، صح؟ بيبقى كل شويه عمال يزيد وعمال يقل وكده. فبالتالي في فولتج كورنر برضه عمال بيتحرك مثلا، ليه مثلا ايه بلس ماينس 10% فاريشن او حاجه زي كده، يعني انا مستنيه مثلا يسلم لي 1.2، بس هو بيسلم لي 1.2 ماينس 10% من 1.2 والبلس منها، تمام؟ البروسيس نفس الكلام، يعني ايه البروسيس برضو ليها فاريشن وكورنر ازاي؟ ان انا مثلا عامل موسفت الترانزستور، انا لما كنت عامل له الموديلنج بتاعه كده كنت فرض مثلا ان الميو ان بتاعته، ميو ان سي اوكسايد بتاعته بكذا، بعد بسبب مثلا في الفابريكيشن، بسبب الموبيليتي والحاجات اللي زي كده في وسط الفابريكيشن، ما بقاش جايب الميو ان سي اوكسايد بالظبط، بقى جايب اكتر منها او جايب اقل منها، فدي برده بيبقى فيه ايه، والفي ثريشولد ده نفس الكلام ممكن يبقى ليها كورنر برده، فبالتالي بتتغير مع الايه من ويفر لويفر وحاجات زي كده، فبالتالي بيبقى فيه برده ايه، ده اسمه بروسيس كورنر. بروسيس كورنر يعني حاجه اتغيرت مثلا في الموسفت نفسه، يعني سواء الان موس او البي موس او كده. المهم ان انا مع البي في تي، المهم ان انا مع البي في تي فاريشنز دي، انا عايز ايه، انا دايما نفسي ان الكرنت بتاع البايسنج بتاع السيركتري بتاعتي يفضل ثابت، صح؟ فالاوبتيمم بالنسبه لي، اوبتيمم سوليوشن بالنسبه لي ان انا اعمل سيركت بتطلع لي كرنت ثابت، صح كده؟ حد يعرف سيركت زي اسمها ريفرنس سيركت او بتطلع حاجه ثابته؟
لا، في شركة اسمها البنك جاب، سمعتوا عن البنك جاب قبل كده؟ دي شركة المفروض إن هي بتطلع فولتج ثابت، تمام؟ آخد أنا مثلا شركة زي البنك جاب دي اللي بتطلع فولتج ثابت، أدخلها على حاجة زي ال LDO، في بلوك تاني كده اسمه LDO، بيطلع لي بقى ده كارنت ثابت أو كارنت يتغير حسب اللي أنا بطلبه منه، تمام؟ الفكرة إن أنا ما ينفعش إن أنا آخد الحاجات اللي بتطلع من البنك جاب وال LDO اللي هي الريفرنس سيركتس دي، ما ينفعش آخدها على طول كده، يعني أعمل لكل بلوك اجيب له بنك جاب والديو بنك جاب والديو، لان كده هيبقى فيه هيدك كبير جدا طبعا، تمام؟ فانا بيبقى عندي جولدن كارنت واحد بس اللي هو جاي من البنك جاب والديو، ده بيبقى ايه بنسميه جولدن كارنت، لان هو المفروض ما بيتغيرش مع البي في تي، تمام كده؟ امشي انا بقى في ميرورز وابدا اخد انا الفاليوز بقى اللي انا عايزها من الميرورز دي، لان انا طبعا مش هخلي الريفرنس سيركتس بتطلع لي كل الكرنتس اللي انا عايزها في البايس سيركتس، يعني عايز بايس مثلا ب 5 مايكرو 10 مايكرو 15 زي ما انا عايز. فبالنسبه لي الريفرنس سيركت بتطلع لي حاجه مثلا ثابته وليكن مثلا 5 مايكرو، تمام؟ بعد كده بقى انا اخد ال 5 مايكرو دي على كارن ميرورز ابدا اطلع منه الايه؟ الكرنتس اللي انا عايزها عادي 10 مايكرو 20 ايا كان بقى على حسب الايه؟ الميرورنج ريشيو، تمام؟ طيب اول حاجه في الكرنت ميرورز يبقى دي كده احنا عرفنا ايه؟ ايه لازمه اصلا الكرنت ميرورز، صح؟ ان هم عشان كده هم بيزك بيلدنج بلوك، لان اي بلوك تاني محتاج اصلا كرنت ميرور عشان يديله الكرنت بتاعه، صح؟ الكرنت ميرورز في منها توبولوجيز كتير طبعا، وكل واحد ليه مزاياه وليه عيوب، كل ما زود في الكومبلكستي الاقيني بزيد حاجات وبخسر حاجات. بس اول واحد خالص في الكرنت ميرورز ده اللي هو السمبل كرنت ميرور، هو عباره عن ايه بس؟ ان انا خدت الجولدن كرنت بتاعي او الاي ريف ده اللي هو ما بيتغيرش، تمام؟ مشيته في دايت كونكتد ديفايس. الدايت كونكتد ديفايس ده دلوقتي شغال كايه؟ حاجه اسمها اي تو في، يعني كانه بلوك كده بيحول لي الكرنت اللي جاي لفولتج اكروس الايه؟ الجي اس بتاعته، صح؟ مش لو انا دلوقتي عامل جايب ترانزستور دايت كونكتد، يعني هو انا جابره انه يشتغل في الساتوريشن، صح؟ ومشيت فيه كارنت معين اللي اسمه الاي ريف ده، مش ده كده ده معناه ان انا بجنريت سام في جي اس هنا كده عليه؟ صح؟ خدت انا بقى الفي جي اس دي وحطيت ديفايس تاني والاثنين نفس السورس، فخد نفس الفي جي اس دي، صح كده؟ كده الكارنت اللي ماشي هنا في الاي اوت المفروض يعني فيرست اوردر ابروكسيميشن، المفروض ان الاي اوت يساوي كام؟ اي ريف، صح؟ لان هما الاثنين ليهم نفس الدبليو اوفر ال والاثنين بيشيروا نفس الفي جي اس، صح؟ يبقى بالتالي المفروض الاي اوت يساوي الايه؟ الاي ريف، تمام؟ طيب في الساتوريشن المفروض المعادله بتاعت الكرنت ايه؟ ان الاي بيساوي كي على 2 في افكتيف سكوير، صح كده؟ الفي افكتيف دي اللي هي بتساوي كام؟ اللي هي بتساوي في جي اس ماينس الفي تريشولد. احيانا نسميها في اوفر درايف، احيانا نسميها في افكتيف، نكتبها احيانا في جي اس ماينس في تريشولد، كل دي حاجات ايه؟ حاجه واحده، تمام؟ طيب دلوقتي لو في الايديال كرنت الايديال كرنت سورس اللي كنا بنستخدمه قبل كده في السيركتس اللي هو اللي كنا بنرمز له بالرمز ايه؟ كنا بنرمز له بالرمز ده كده. والسيركت بتاعتي هنا كده، تمام؟ دوت المفروض ان انا الفولتج بتاع النقطه دي ينزل يطلع يعمل اللي هو عايزه، المفروض ان الكرنت سورس ده شغال معايا عادي، صح؟ بالتالي بيديني الكرنت اللي انا عايزه وبيديهولي كمان من غير فاريشن، يعني من غير تغيير نتيجه ان الفولتج اللي هنا ده اتغير، صح كده؟ لانه ايديال كرنت سورس المفروض ان الار اوت بتاعته بكام؟ انفينيت، صح؟ فبالتالي المفروض ان هو ايه؟ ما بيتغيرش مع التغيير بتاع الفولتج اللي هنا. ده معنى كلمه الار اوت بانفينيت، ان انا لما اغير اي فولتج هنا مفيش اي تغيير في الكرنت بيحصل، صح؟ فبالتالي الكرنت ثابت والار اوت مهتمه بالايه؟ بالتغيير، فبالتالي مفيش تغيير في الكرنت، يبقى الار اوت بكام؟ انفينيت. واضحه؟ ماشي. هل ده بقى يعني ده الايديال، هل ده بقى في الريل كيس بيحصل كده؟ ما بيحصلش كده، صح؟ لما بحط الديفايس بتاعي ده اولا بيبقى فيه فولتج مينيمم ما ينفعش الفي اوت ينزل عنه، والا الديفايس ده مش هيشتغل لي ككرنت سورس زي ما انا عايز، تمام؟ في الكيس بتاعتنا دي ده بيحصل ليه؟ بسبب ان الفولتج ده لما ينزل الديفايس ده هيخرج من الايه؟ من الساتوريشن، صح؟ فبالتالي مش هيشتغل لي بالايكويشن اصلا اللي هي اي بيساوي كي على 2 في افكتيف سكويرد دي، يعني ده وده مش هيكونوا اصلا بيشيروا نفس الايه؟ مش شغالين في نفس الريجن، فبالتالي الراجل ده بيجنريت في جي اس بس الراجل ده اصلا بقى شغال دلوقتي في الترايل، يعني بقى كمان الايه؟ الفولتج ده مؤثر معاه في الحسابات، ما بقاش بيجيب نفس الكرنت اللي كان بيجيبه قبل كده. مفهومه؟ في الحاله بتاعتنا دي الفي مينيمم اللي هو هنا اللي هو اقل فولتج ينزله النقطه دي اللي هو بيساوي كام؟ الفي افكتيف، صح؟ ليه في افكتيف؟ عشان هو ده الفولتج اللي المفروض يبقى موجود على الديفايس ده عشان يبقى موجود في الساتوريشن، صح كده؟ يبقى الفي اوت مينيمم هو ايه؟ هو الفي افكتيف، صح؟
طيب يبقى الفي اوت المينيمم ده بنسميه في كومبلاينس برضو، يعني اقل نقطه الفي اوت ممكن ينزل لها ده بنسميه في كومبلاينس. كومبلاينس يعني خضوع، يعني ان الديفايس يكون شغال معايا زي ما انا عايزه، تمام كده. ففي كومبلاينس في الحاله بتاعتنا دي بيساوي كام؟ بيساوي الفي افكتيف بتاعت الديفايس ده، هما الاثنين زي بعض كده كده، فبنقول في افكتيف وخلاص. تمام، الفي افكتيف دي نفسها بتساوي كام؟ بتساوي جذر 2 الكرنت على الكي، صح؟ من هنا عادي الفي افكتيف هي جذر 2 اي على الكي، صح؟ اني اي بقى الاي اوت، لان انا بتكلم دلوقتي عن الديفايس اللي هنا، صح؟ في الكيس دي المفروض ان الكرنتين بيساوي بعض، بس ممكن يكون انا عامل هنا دبليو اوفر ال غير هنا، صح؟ فبالتالي الفي افكتيف ايه؟ هتتغير ولا مش هتتغير؟ مش هتتغير، لان الكرنت كمان المفروض بقى ملتبلايد زي الكي بالظبط، المفروض انهم بيفولوا بعض، فيبقى جذر 2 اي على الكي ثابت، فالفي افكتيف بتاع الاثنين دول حاجه واحده، تمام كده؟ طيب الار اوت اللي انا شايفها من هنا، الار اوت اللي انا شايفها من هنا، الار اوت اللي انا بشوفها ازاي؟ بحط في اكس واشوف الكرنت المسحوب منه اي اكس، صح كده؟ لو حطيت في اكس واي اكس النقطه دي بتتغير اي سي ولا لا؟ يعني مع لو انا حاطط سورس في اكس واي اكس النقطه دي المفروض بتتغير ولا مش بتتغير؟ مش بتتغير، صح؟ لان هو كرنت هنا ثابت مشي في ديفايس، فالنقطه دي خلاص جينيتد في جي اس ثابت عليها، صح؟ فالنقطه دي بالنسبه لي في الاي سي اناليسيز ايه؟ جراوند، صح؟ اي سي جراوند. فانا حاطط في اكس واي اكس هنا والراجل ده دلوقتي عليه جراوند هنا وجراوند هنا، يبقى جي ام في جي اس اللي هو الفولتج كنترول كرنت سورس بالنسبه للديفايس ده موجود؟ مبقاش موجود، صح؟ يبقى انا بس شايف من الديفايس ده ايه؟ الار نوت بتاعته، صح كده؟ يا بالنسبه لي الار اوت هي مين؟ هي ار نوت. والار نوت بتساوي كام؟ واحد على لامدا اي اوت، صح كده؟ اللامدا دي الدايمنشن بتاعها ايه؟ فولت ماينس 1، عشان لما تطلع فوق هنا تبقى فولت، يبقى فولت. المهم يبقى الار اوت بتاعتي بكام؟ ار نوت بتاعت الديفايس ده اللي هي واحد على لامدا اي اوت، تمام؟ طيب دي برضو نقطه نفكر فيها شويه. ده كده معناه ان الكرنت اللي ماشي هنا اللي هو الاي اوت ده لو زاد، ده معناه الار اوت بيحصل فيها ايه؟ لو زاد يعني انا بقيت عايز امشي هنا تيار اكبر، يعني انا خليت الدبليو اوفر ال دي اكبر فبقيت ممشي تيار اكبر، ده معناه ان الار اوت بيحصل فيها ايه؟ هتقل، صح؟ دي حاجه انا ما بحبهاش، صح؟ برضو خلينا نبص على اللمضة، اللمضة ايه اكتر حاجه بتغير فيها؟ اللينس، صح؟ لو زودت اللينس يبقى الار نود الاجمالي هيحصل فيها ايه؟ هتزيد، لان اللمضة حصل فيها ايه؟ قلت، صح كده؟ ده كده بيخلينا نقول ايه؟ ده بيخلينا ان احنا نقول لو انا في كرنت ميرور يبقى انا طبعا ايه؟ مش عايز استخدم مينيمم ال خالص، صح؟ مش عايز استخدم مينيمم ال ليه؟ عشان ده هيجيب لي ار نود صغيره، فبالتالي يبقى انا عايز اكبر الايه؟ ال ال بتاعتي، تمام؟ طيب هل ممكن واحد يعمل كرنت ميرور الدبليو يعني يستخدم هنا ال ويستخدم هنا ال تاني؟ ما ينفعش، صح؟ يعني احنا ممكن نغير في الدبليو عشان هو ده بنغير في الميرورنج ريشيو، لكن ما ينفعش اغير في ال خالص، لان ال هو اللي بيعمل ايه؟ ال لو انا غيرته يبقى انا كاني غيرت الترانزستور كله على بعضه اصلا، يعني كان انا بحاول اميرور حاجتين كانهم مش هم الاثنين نفس الحاجه اساسا، تمام؟ لان ال بيأثر في كمان في حاجات كتير جوه، يعني منها الفي ثريشولد ابسط حاجه، يبقى انت بتشير نفس الفي جي اس بس الفي ثريشولد اصلا مش هي، تمام؟ فبالتالي ما حدش ابدا بيغير في ال وهو بيعمل ميرورنج، تمام كده؟ برضه في نقطه ان احنا مش بنبقى عايزين نستخدم مينيمم ال، ليه؟ مش بنبقى عايزين نستخدم مينيمم ال علشان لو انا دلوقتي بديزاين الديفايس ده على في افكتيف معين، في افكتيف معين في كرنت يعني وكرنت معين ماشي فيه، ده معناه على طول ان انا ثبتت الايه؟ الدبليو اوفر ال ريشيو، صح؟ انا دلوقتي بعمل ديزاين مثلا للديفايس ده، الاي اوت مطلوب مني من السيركتري نفسها ان هي عايزه اي اوت برقم كذا، تمام؟ ده ما وانا عايز الفي في افكتيف على الديفايس ده برقم كذا عشان الكومبلاينس اللي عليه، ما هو اقل فولتج اللي هو الفي كومبلاينس في افكتيف، صح؟ ده معناه على طول ان انا حددت الايه؟ دبليو اوفر ال ريشيو بتاعته. واضحه دي ولا مش واضحه؟ ماشي، مش الاي بيساوي كي على 2 في افكتيف سكوير، تمام؟ لو انا الفي كومبلاينس متحدد، يعني انا عايز ان الكرنت ميرور بتاعي ده يبقى الفي كومبلاينس بتاعه بحاجه معينه، يبقى كده ايه؟ الفي افكتيف بقى هو نفس الفاليو دي، صح؟ يبقى الفي افكتيف دي دلوقتي اتحددت بقت برقم كذا، والاي اللي هو الاي اوت ده برضو متحدد لان اصلا السيركت اللي بتسحب من الكرنت ده هي قايله عايزه كرنت بكذا، يبقى الاي كمان اتحدد، يبقى ده على طول معناه ان الكي كمان اتحددت، صح؟ مين محدد ايه؟ في افكتيف الفي كومبلاينس، يعني السيركت نفسها اللي فوق مني بتقول ان انا عايزه في كومبلاينس بكذا، تمام؟ يعني الفولتج بتاعي هينزل لحد كذا،
فانت لازم تديزاين ده بحيث انه يستحمل ان اللي فوق منه بينزل لحد كذا. تمام كده؟ فبالتالي في افكت بقى متحدده والكرنت متحدد، يبقى اذا الكي على طول اتحددت، يبقى بقى عندي دبليو اوفر ال معين دلوقتي، يبقى انا لازم اشتغل عند دبليو اوفر ال بكذا. تمام؟ لو انا بقيت بشتغل عند دبليو اوفر ال بكذا، ممكن ده ليه حلول كتير برضو، ان للدبليو وللال، بس بحيث ان يفضل الدبليو اوفر ال بتاعهم ثابت، صح؟ ده بيخلينا برضو ما ناخدش الال مينيموم. ليه؟ عشان لو الال مينيموم يبقى والدبليو اوفر ال ثابت، فالدبليو برضو قليل معاها، صح؟ انا عايز اعمل برضو الكرنت ميرور ده، بيبقى في حاجه اسمها ميس ماتش، صح؟ ميس ماتش ما بين الديفايسز دي، بيبقى مثلا بيبقى في الفي ثريشولد، بيبقى في الميو ان سي اوكسايد ما بينهم، صح؟ انا من ضمن طرق ان انا اقلل الميس ماتش ما بين التو ديفايسز دي ايه؟ خدتوها في المحاضره دي، صح؟ ان انا اكبر الاريا بتاعتهم، صح ولا ايه؟ مش لو انا الديفايس ده كبير وده كبير، يبقى انا كده بقول ان حتى لو في شويه فاريشنز هنا وهنا هي افرج اوت، يعني هيكونوا كانهم هما الاثنين ايه؟ بقوا قريبين من بعض اكتر من لو كان ده صغير قوي وده صغير قوي، فيجي مثلا ده في حته في التشيب قويه يعني الموبيليتي بتاعتها عاليه مثلا، وواحد تاني مثلا في حته الموبيليتي بتاعتها قليله، لكن دلوقتي بقى الاثنين حجمهم كبير، فبالتالي حتى لو حصل كده هيبقى في حته هنا وحته كده، والناحيه الثانيه برده حته وحته، فيبقى بالتالي ايه؟ يبقى اجمالي يبقى هم افرج اوت، يعني ايه ما حصلش مشكله قوي، صح؟ انتوا خدتوا الكلام ده في المحاضره، صح؟ فبالتالي انا مش عايز برضو استخدم مينيموم ال لنفس السبب ده، لان انا عندي دبليو اوفر ال ثابت، فلو انا قللت ال يبقى برضو الدبليو اللي انا بستخدمها ايه؟ قليله، صح؟ فبالتالي الاريا كاجمالي بتاعت الديفايسز دي برضو قليله، فيبقى الميس ماتش بتاعهم كبير. واضحه النقطه دي؟ مش واضحه؟ واضحه؟ طيب، فبالتالي يبقى في سببين ما استخدمش مينيمم ال وانا بعمل كارنت ميرورنج يعني. طيب في برضو حاجه كمان، ان احنا ايه لما بنيجي نعمل بقى ميرورنج، المفروض ان انا رياضيا يعني بقول ان انا عايز احط هنا ايه مثلا 3 دبليو اوفر ال، يعني هنا دبليو اوفر ال واحد، هنا مثلا 3 دبليو اوفر ال او 5 دبليو اوفر ال، صح؟ طيب في الحقيقه برضو انا لما باجي بعمل كده بعملها احسن بان انا استعمل حاجه اسمها ملتبلاير. ملتبلاير يعني ان انا اجيب ديفايس، يعني ده ديفايس اهو وده زي ده بالظبط، بس خدت منه ثلاث مرات مثلا، يعني جبته ثلاث مرات ووصلت الجيتس كلها ببعض والدرينز كلها ببعض والسورسز كلها ببعض، فبالتالي بقى بيهيف زيه زي الثاني بالظبط. بس دي كده هيجيب لي احسن حاجه في الميرورنج بالظبط. ليه؟ لان انا استعملت نفس الديفايس الثاني اصلا بس كذا مره، فبالتالي ده هيجيب لي الخمسه اللي انا عايزها بالظبط او الاربعه اللي انا عايزها بالظبط، صح؟ ده هيبقى احسن من ان انا اعمل ايه؟ ان انا يبقى عندي دبليو مثلا هنا بمثلا 200 مايكرو واخلي ده مثلا يبقى ب 800 مايكرو، يعني انا بحاول اجيب منه اربع مرات، صح؟ ده هيبقى احسن ليه؟ حد عنده فكره؟ يعني الحل الثاني اللي بنقوله ان ده ديفايس وده ديفايس واحد برضه، بس ده الدبليو بتاعه 200 مايكرو، ده 800 مايكرو، بحاول اميرور باربعه مثلا باربع مرات. حد عارف ليه الحل الاولاني ان انا احط اربع ملتبلايرز احسن من الحل الثاني؟ علشان اصلا كده كده انا بعمل فابريكيشن، كده كده هيحصل فيه دلتا، دلتا في الدبليو، صح؟ يعني ال 200 مايكرو هتتحرك سنه، هتبقى مثلا سي 100 مثلا 98 مايكرو ولا حاجه، يعني مثلا نزلت 2 مايكرو، تمام؟ ال 800 مايكرو هينزلوا كام؟ مور اور ليس برضه 2 مايكرو، لان دي ليها حاجه ليها دعوه بالاكيرسي بتاعت الفابريكيشن، فمش فارقه معاها هي بتعمل 200 ولا بتعمل 800، هيطلع هي، بس ده كده اذاني في الميرورنج ريشيو، صح؟ لكن لو انا كنت عامله ملتبلاير من ده، فده نزل 2 مايكرو وده نزل كل واحد فيهم نزل 2 مايكرو، فبالتالي اجمالا يبقى برضو احنا لسه محافظين زي ما احنا على نفس الايه؟ الميرورنج ريشيو، صح كده؟ واضحه ولا مش واضحه؟ ماشي. طيب خلينا نشوف برضو ايه؟ يعني دلوقتي احنا شفنا الكرنت ميرور ده اللي هو السيمبل كرنت ميرور العادي، الراجل ده اكبر مشكله فيه ايه؟ اكبر مشكله فيه ايه؟ الار اوت بتاعته صغيره جدا، ان هي ار نود، صح؟ انا عايز اصلا الار اوت تبقى كبيره، صح كده؟ فهنبدا نروح لتوبولوجي تاني اسمه كاسكود كارنت ميرور، تمام؟ هنكسب في شويه حاجات ونخسر شويه حاجات. الكارنت ميرور ده الكاسكود بيقول ايه؟ الكاسكود كارنت ميرور ده بيقول ان انا عندي ريفرنس كارنت برضه اي ليفت، تمام؟ وعندي سورس كارنت برضه اي ليفت، تمام؟ وعندي ريفرنس كارنت ميرور ماشي. بعد كده في ايه؟ ماشي. بعد كده الاثنين دايركت كونكتد ديفايس، ماشي ديفايس دايركت كونكتد، وبعده ديفايس ثاني برضه دايركت كونكتد، تمام؟ والاثنين دول بعد كده ايه؟ ليهم الناحيه الثانيه برضه المكان اللي انا بسحب منه الكرنت، صح؟ انا اصلا بعمل كده ليه؟
انا عايز في ناحيه الاي اوت دي يبقى عندي كاسكود، يبقى عندي عايز اثنين ديفايسز في الستاك ناحيه الاي اوت. ليه؟ عشان هو ده اللي هيزود لي الار اوت. لما اجي ابص على الار اوت هقول انها بتساوي كام؟ ار نود 4 زائد ار نود 2 زائد جي ام 4 ار نود 4 ار نود 2، صح كده؟ اللي احنا كاتبينها هنا اللي هي ار اوت ار نود 4 زائد ار نود 2 زائد جي ام 4 ار نود 4 ار نود 2، صح كده؟ تمام؟ ار نود 4 وار نود 2 جنب الترم ده ولا حاجه، تمام؟ فبالتالي كاني شايف ار اوت بكام؟ جي ام 4 ار نود 4 ار نود 2. قبل كده انا كنت بشوف ار نود كام؟ كنت بشوف ار نود 2 دي بس، صح؟ اللي هي اللي كانت تحت. يبقى انا كده كاني ضربتها في كام؟ جي ام 4 ار نود 4 اللي هو الانترنسك جي. رقم كبير يعني، رقم كويس. لو تكنولوجي قديمه ولا حاجه ممكن مثلا اجيب 20، تمام؟ فبالتالي يبقى انا زودت الار اوت بتاعت 20 ضعف، رقم كويس، تمام؟ طيب دلوقتي لو انا بقى عندي اثنين ديفايسز، ديفايس اثنين محتاج بايس، صح؟ البايس بتاعه هيجي منين؟ من هنا بسهوله عادي، ان الاي ريف مشي في دايت كونكتد ديفايس فبقى ايه جاب اثنين. الحته اللي تحت دي زيها زي اللي هنا اللي قبل كده بالظبط، صح؟ الفرق الوحيد ايه بقى؟ ان انا عندي دلوقتي هنا ار نود 4 ده او ام 4 ده محتاج اعمل له بايس، صح؟ يعني اكيد مش هسيب الجيب بتاعته كده، فمحتاج ان انا اعمل لها بايسنج. اسهل طريقه ان انا اعمل بايسنج ايه؟ استخدم نفس الكرنت اللي جاي ده برضو واحط دايت كونكتد ديفايس فيجنريت لي برضو في جي اس، فيبقى نفس الفي جي اس دي برضو موجوده هناك وتبقى الدنيا تمام، صح كده؟ حد عنده حلول احسن من كده؟ هو طبعا في حل احسن من كده اللي هنروح له بعد كده، بس قصدي ده ابسط حل، صح؟ ان انا عايز اجنريت الجيت دي، فبالتالي مشيت كرنت في دايت كونكتد ديفايس وبالتالي عملت جنريشن للايه؟ للجيت بايس ده. الناس معايا ولا لا؟ يعني الناس مجمعه اللي بنقوله، صح؟ تمام. دلوقتي النقطه دي الفولتج بتاعها كام؟ 2 في جي اس، صح؟ ليه؟ عشان في واحد في جي اس هنا، بعد كده دايت كونكتد، بعد كده في واحد ثاني في جي اس هنا، صح؟ فالنقطه دي ب 2 في جي اس. هو كل الديفايسز كده كده دبليو اوفر ال، وكل الديفايسز ماشي فيها نفس الكرنت، صح؟ فبالتالي كده كده كله ايه؟ نفس الفي جي اس. طيب دلوقتي الديفايسز دي ايه اكتر ديفايس انا ممكن اخاف منه ان هو في الساتوريشن ولا لا؟ أربعة، صح؟ ليه؟ الراجلين دول أصلا كده كده دايت كونكتد ديفايسز، صح؟ فبالتالي خلاص مش مشكلة. الراجل ده عليه في دي اس بكام؟ في جي اس كاملة، صح؟ في جي اس يعني إيه؟ يعني في افكتيف زائد في ثريش، صح؟ فبالتالي أنت أصلا يعني أنت عليك في دي اس في افكتيف زائد في ثريش. أنت عايز لو عليك في دي اس بفي افكتيف بس هتبقى في الساتوريشن، وأصلا كمان في ثريش أكبر من في افكتيف، فأنت أكيد ساتوريشن. واضحة النقطة دي؟ مش واضحة؟ طيب الديفايس ده ام 2 عليه في دي اس كام؟ في جي اس، مش البوينت دي 2 في جي اس؟ نزلت في جي اس، يبقى هنا كام؟ في جي اس. في جي اس اللي هو كام؟ في افكتيف زائد في ثريشو. يبقى الديفايس ده عليه في دي اس عليه في افكتيف زائد في ثريشو. هو لو الفي دي اس اكبر من في افكتيف بس هتبقى في الساتوريشن، فانت اصلا بفي افكتيف زائد في ثريشو، يبقى انت اكيد ساتوريتد، صح؟ يبقى انا فاضل لي بس مين؟ عايز اتشيك ام 4 ده، عايز اشوف هو في الساتوريشن ولا لا. طيب عشان يبقى عندنا ام 4 في الساتوريشن يبقى عايزين نشوف ايه؟ ان في دي اس بتاعته اكبر من او يساوي في جي اس ماينس في ثريشولد، او الاسهل ان انا اقول ان الفي جي دي اصغر من الفي ثريشولد بتاعت 4 طبعا. طيب الفي جيت 4 بكام؟ 2 في جي اس ماينس في اوت، الجيت ب 2 في جي اس والايه؟ والدرين بالفي اوت، صح؟ هل الكلام ده اصغر من او يساوي في ثريشولد ولا لا؟ قالوا نشوف. الفي اوت ده معناه ان هو اكبر من 2 في جي اس ماينس في ثريشولد، والفي جي اس تتفك بكام؟ 2 في جي اس بفي افكتيف زائد في ثريشولد. يبقى ده معناه في الاخر خالص ان الفي اوت اكبر من او يساوي كام؟ 2 في افكتيف زائد في ثريشولد، صح كده؟ واضحه؟ طب الرقم ده كبير طبعا، الرقم ده كبير، تمام؟ ليه؟ عشان الفي ثريشولد كبيره جنب ان هم 2 في افكتيف اصلا، تمام؟ دلوقتي لو انا عندي اصلا سيركت زي كده، يعني انا بستلم الاي اوت من هنا، انا اوبتيمالي يعني احسن حاجه استلمها في الفي كومبلاينس كام؟ يعني ايه اقل فاليو ممكن للفي كومبلاينس لو انا عندي ستاك اوف ديفايسز؟ 2 في افكتيف، عدد الديفايسز مضروب في الفي افكتيف، صح؟ ده اقل حاجه لان كل واحد هياخد في افكتيف، صح؟ بس انا في الحاله دي انا الفي كومبلاينس او اقل فولتج للفي اوت هو 2 في افكتيف زائد في ثريشولد، فده معناه ان انا طبعا عامل ايه؟ باد ديزاين، يبقى انا عامل مشكله، انا كده مخلي الفي اوت معليه على نفسي، صح؟ طيب هي المشكله كلها جت ليه اصلا؟ ليه المشكله جت ان الفي اوت في حالتنا دي ان هو ب 2 في افكتيف زائد في ثريشولد؟ عشان الديفايس ده مستريح اكتر من اللازم،
عشان الديفايس ده عليه في افكتيف زائد في ثريشولد، في حين ان هو ممكن يبقى عليه في افكتيف بس ويبقى شغال عادي صح؟ يبقى الحل وده بقى ليه عليه في افكتيف زائد في ثريشولد؟ عشان النقطه دي ب 2 في جي اس، فلما نزلت في جي اس سابت ايه؟ في جي اس تاني اللي هو في افكتيف زائد في ثريشولد. يبقى انا كنت عايز النقطه دي يبقى الفولتج بتاعها كام؟ 2 في افكتيف زائد في ثريشولد 1، بحيث لما انزل في جي اس يبقى انا خسرت في افكتيف زائد في ثريشولد، يبقى على الديفايس اللي تحت كام؟ في افكتيف واحده بس. واضحه؟ تمام؟ طيب بس برضه هنا في ميزه، في ميزه برضه هنا في السيركت دي عن هنا. هنا كان الراجل ده عليه في دي اس كام؟ عليه السيركت تجيب زي ما يجي صح؟ لكن هنا كان عليه اصلا في دي اس في جي اس صح؟ وبالتالي بقى في حاجه اسمها سيستماتيك ميس ماتش. يعني ايه سيستماتيك ميس ماتش؟ يعني الديفايسين اصلا مش عايزين يطلعوا نفس الكرنت قوي بسبب الفي دي اس. تمام؟ هنا بقى هل عندنا المشكله دي؟ مش عندنا صح؟ ليه؟ لان التو ديفايسز دول عليهم ايه؟ عليهم في دي اس بيساوي الفي جي اس صح؟ هنا انا نزلت 2 في جي اس، نزلت بقيت في جي اس وفي جي اس، فالاثنين دول اصلا زي بعض، فالاثنين عليهم نفس الفي دي اس، فبالتالي ما فيش سيستماتيك ميس ماتش ولا حاجه صح؟ طيب عايزين بقى احنا ايه؟ عايزين دلوقتي سيركت ثانيه تحل لنا المشاكل اللي هنا، عايزين يكون فيها الار اوت كبيره، الفي كومبلاينس قليل، وفي نفس الوقت ما فيش سيستماتيك ميس ماتش. نروح لسيركت اسمها ايه؟ وايد سوينج كارنت ميرور. تمام؟ الوايد سوينج بتقول ايه؟ الوايد سوينج بتقول ان انا كان عندي ديفايس، عندي ريفرنس كارنت مشيته في ديفايس، ومشيته في ديفايس ثاني تحت منه ستاك يعني، والناحيه الثانيه باخد الاوتبوت بتاعي من هنا. دلوقتي كده كده الاثنين دول الجيتس دي واصله ببعضها. تمام؟ فنقطه في بي دي كده كده لما تنزل في جي اس هنا وتنزل في جي اس هنا هيفضل برضو الايه؟ التو ديفايسز دول عليهم نفس الفي دي اس صح؟ وبالتالي هل في سيستماتيك ميس ماتش في الدائره دي؟ مفيش سيستماتيك ميس ماتش صح؟ حد شايف غير كده؟ طيب والار اوت بتاعتي برضو في ستاك اوف تو ديفايسز، فمور اور ليس انا هشوف ايه؟ هشوف ار نود ده زائد ار نود ده زائد جي ام ار نود الاثنين صح؟ فانا ما خسرتش حاجه في الار اوت. وبالنسبه للفي دي اس مفيش ميس ماتش صح؟ فاضل بس ايه؟ ان انا اصلا ازاي اعمل كده؟ يعني انا محتاج دلوقتي نقطه تبايس لي الجيتس دي صح؟ قبل كده الجيتس دي كانت بايست بمين؟ من الراجل ده كان دايت كونكتد صح؟ لما كان دايت كونكتد وماشي في كرنت بقى بيجنريت الفي جي اس دي صح؟ فبالتالي بقى عامل النقطه، والنقطه دي اصلا جنريتد من هنا، فبالتالي هو ايه؟ النقطه دي مكتوب يعني مكتوبه، يعني النقطه دي فورسد عشان النقطه دي كاتباها صح؟ والراجل ده برده ماشي في كرنت، فبالتالي كتب على النقطه دي، يعني بقت فورسد علشان ماشي في كرنت وعايز يعمل في جي اس. تمام؟ واضحه؟ هنا بقى لا، هنا مفيش، ده مش دايت كونكتد، فبالتالي بقى محتاج ان انا ايه؟ الجيتس دي الواسطه دي محتاج ان انا اجيب سيركت تاني من بره تكتب على النقطه دي، تكتب الدي سي بوينت بتاعها، صح كده؟ واضح؟ تمام. انا بقى عايز الفي بي دي تبقى بكام؟ زي ما قلنا قبل كده 2 في افكتيف زائد في ثريشولد، صح؟ عشان لما تنزل في افكتيف زائد في ثريشولد يبقى انا سايب هنا في افكتيف بس، ويبقى لما انا بكتب دي 2 في افكتيف زائد في ثريشولد يبقى النقطه دي معناها على طول انها بكام؟ 2 في افكتيف، لان الدرين ممكن يوصل لحد الجيت نويز في ثريشولد، صح كده؟ شرط الساتوريشن عادي. لما بنقول في حاجه ان انا عايز اعمل اوبتيمم بايسنج، يعني نقطه في بي دي دلوقتي انا عايز اعمل لها بايسنج صح؟ فلو انا عايز اعمل لها اوبتيمم بايسنج ده معناه ان انا عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب مينيمم في كومبلاينس. كلمه اوبتيمم بايسنج معناها ان الفي كومبلاينس بتاعي في الاخر عايزه يبقى مينيمم. تمام؟ ماشي، احنا عايزين الفي بي ده بيساوي 2 في افكتيف زائد في ثريشولد عشان نجيب المينيمم في كومبلاينس اللي هو بيساوي كام؟ 2 في افكتيف. طيب دلوقتي انا هعمل دلوقتي سيركت ثانيه، هجيب سيركت ثانيه تعمل لي ايه؟ البايس بتاع النقطه اللي هي الفي بي دي اللي هي 2 في افكتيف زائد في ثريشولد. تمام؟ جبت الاي ريف برضو ده الكرنت سورس ده ومشيته في تو ديفايسز بالمنظر ده. تمام؟ الاولاني فيهم دايت كونكتد والثاني فيهم لا، يعني هو واصل بس كده. تمام؟ يعني النقطه دي كده انا عايز النقطه دي تجنريت لي 2 في افكتيف زائد في ثريشولد. تمام؟ ماشي. دلوقتي لو انا اصلا عندي السيركت دي كده، انا عايز اشوف اصلا كمان، هو اصلا دي اول مساله في الشيت، ان انا عايز اعمل ايه؟ ان انا السيركت دي بقول ان هي دي اللي ممكن تجنريت لي الفولتج اللي هو 2 في افكتيف زائد في ثريشولد اللي هو الفي بي اللي هنا. تمام؟ بس في كونديشن على، يعني الاثنين ديفايسز دول في كونديشن على الديفايس ده السايز بتاعه ريلاتيف لده. تمام؟ علشان يعرف يطلع لي 2 في افكتيف زائد في ثريشولد دي. كويس؟
الديفايسز دي كلها دبليو دبليو اوفر ال، وده دبليو زيهم بس ده بس اللي اسمه دبليو اكس. تمام كده؟ طيب دلوقتي هو مين في الديفايسز دي اصلا، مين في الساتوريشن ومين بره؟ هل ام 1 في الساتوريشن؟ اكيد لان هو ده كونكت صح. هل ام 2 بقى في الساتوريشن ولا لا؟ مش هيبقى في الساتوريشن صح. ليه؟ لان هو اصلا عليه في جي اس بكام؟ 2 في افكتيف زائد في ثريشولد صح؟ وعليه في دي اس بكام؟ ما هي دي 2 في افكتيف زائد في ثريشولد، نزلت جي اس يعني في افكتيف زائد في ثريشولد، يبقى عليه في دي اس بكام؟ في افكتيف صح؟ فبالتالي انا لو جيت ابص كده عليه ان الفي جي دي بتاعته هل هي اصغر من الفي ثريشولد ولا لا؟ هلاقي ان انا بقول ايه؟ ان هو عليه يعني 2 في افكتيف زائد في ثريشولد ماينس في افكتيف، دي اللي هي الفي جي دي. تمام كده؟ الكلام ده بيساوي في افكتيف زائد في ثريشولد، ده اكبر طبعا من في ثريشولد. تمام؟ فبالتالي ده مش في الايه؟ في الساتوريشن، ده في الترايود. تمام كده؟ وهو اصلا ايه؟ هو طبيعي ان يبقى في الترايود، ليه؟ لان اصلا كان في سيركت قبل دي خدتوها في المحاضره برضو، ان لا ان ما كانش الديفايس ده ما كانش واصل كده، كان كرنت سورس ماشي في دايت كونكتد ديفايس وتحت منه ريزيستنس، صح؟ وكنت بقول ان انا عايز اجنريت من الديفايس ده في جي اس، فبالتالي في افكتيف زائد في ثريشولد، ومن الريزيستنس اظبطها بحيث يبقى الفولتج دروب عليها بكام؟ في افكتيف برضه، فاقرا في الاخر ايه؟ 2 في افكتيف زائد في ثريشولد، صح؟ فالديفايس ده شغال كانه ريزيستور في الاخر، صح؟ في حاجه؟ في سؤال؟ تمام. فبالتالي يبقى الراجل ده شغال في الايه؟ في الترايود، يبقى ده شغال في الساتوريشن، ده شغال في الترايود. تمام كده؟ دلوقتي انا عايز بقى اجيب الايه؟ السايز بتاعه، فاقول ايه؟ انا المعادله اللي معايا ايه؟ ان التو كارنتس بيساووا بعض، صح؟ الكارنت اللي ماشي هنا في الديفايس ده بيساوي الكارنت اللي ماشي هنا، والاثنين بيساووا الاي ريف في الاخر، صح؟ المعادله بتاعت الديفايس الاولاني ده في الساتوريشن يبقى نص ميو ان سي اوكسيد دبليو اوفر ال، لان احنا قلنا ان الراجل ده الدايمنشن بتاعه دبليو زيه زيهم. تمام؟ منطقي لان ماشي فيه نفس كمان الكرنت اللي هو اي ريف، فعشان يجريت الكلمه اللي اسمها في افكتيف اللي بنقول عليها هناك يبقى لازم يكون برده ده نفس الايه؟ نفس السايز صح؟ عشان يبقى نفس الفي افكتيف اللي بنتكلم عليها هنا صح؟ مش احنا قلنا كرنت ودايمنشن يبقى نفس الفي افكتيف، لو ده زي ده يبقى نفس البتاع من الايكويشن. يبقى نص ميو ان سي اوكسيد دبليو اوفر ال في في جي اس الديفايس ده اللي هو كام؟ اللي هو في افكتيف زائد في ثريشولد. ليه؟ لان انا نزلت هنا كده وسيبنا هنا زي ما قلنا في افكتيف، هنا عليه في جي اس الديفايس الفوقاني ده، فبالتالي يبقى في افكتيف زائد في ثريشولد ماينس في ثريشولد اللي هي من القانون، كل ده سكوير بيساوي الكرنت اللي ايه؟ اللي تحت، معادله الكرنت اللي تحت ده شغال في الايه؟ في الترايود، فمفيش نص بره، بيبقى ميو ان سي اوكسيد دبليو اكس على ال لان السايز بتاعه مختلف، في في جي اس ماينس في ثريشولد، الكلام ده مضروب في في دي اس ماينس في دي اس سكويرد على 2 صح؟ اهمل في دي اس سكويرد على 2 دي لان عشان نجيب يعني كلوزد فورم للدبليو اكس. تمام كده كده اصلا دي كده انيشال بوينت، وبعد كده السيميليتور بقى هو اللي ايه؟ هظبط من عليه الدبليو اكس يبقى كام من الدبليو بالظبط. تمام ماشي. لو جينا بقى حلينا الايكويشن دي كده هنكتشف ان ايه؟ ان دبليو على 2 في افكتيف سكوير بيساوي دبليو اكس في 2 في افكتيف. تمام وده معناه ايه؟ 2 في افكتيف سكوير ده معناه ايه؟ ان الدبليو اكس بيساوي دبليو على 4. تمام كده؟ يعني انا محتاج ان السايز بتاع ده يبقى ربع السايز ده عشان اعرف اجنريت هنا 2 في افكتيف زائد في ثريشولد بالظبط. تمام كده؟ اخد بقى بعد كده الفولتج اللي طلع هنا ده واوصله بالنقطه دي اللي هي الفي بي دي. تمام؟ يبقى انا كده عملت الايه؟ الاوبتيمم بايسنج اللي انا عايزه، ان النقطه دي بقت بايست عند 2 في افكتيف زائد في ثريشولد، فالكومبلاينس بقى بكام؟ 2 في افكتيف. تمام؟ في نفس الوقت الار اوت هي كام؟ ار نوت زائد ار نوت زائد جيم ار نوت ار نوت عادي، صح؟ وفي نفس الوقت مفيش سيستماتيك ميس ماتش. ايوه ما هي دي بقى الديس ادفانتج. يعني دي الديس ادفانتج الوحيده في الايه؟ في التوبولوجي دي. ايه هي؟ هي ما فيهاش سيستماتيك ميس ماتش، الار اوت بتاعتها كبيره، تمام؟ وفي نفس الوقت في كومبلاينس بتاعها مينيموم، صح؟ بس مشكلتها بس ايه؟ مشكلتها ان انا قبل كده لما كنت بعمل هنا كنت بعمل حاجه اسمها كارنت ريوز. يعني ايه كارنت ريوز؟ يعني هو نفس الكرنت اللي كان ماشي هنا نفس الكرنت اللي كان بيعمل بايسنج للديفايس ده هو اللي عمل البايسنج للديفايس ده. فبالتالي لما نفس الكرنت هو اللي عمل البايسنج هنا وهنا يبقى انا بالتالي ايه؟ يبقى انا ما حرقتش كرنت زياده، هو نفس الكرنت اللي ماشي اصلا صح؟ انما انا هنا اضطريت استعمل سيركت ثانيه هي اللي جنريت لي الفي بي ده، فبالتالي بقيت بحرق اجمالي كرنت قد ايه؟ الاي رف هنا واي رف هنا تاني والاي اوت بقى بتاعي صح؟ هو ده عشان
دي الفرق بين هنا وهنا. انا دلوقتي لو انا عملت جينيشن هنا من هنا بالفولتج ده، انت بتقول ان انا جينيت هنا 2 في جي اس؟ امال انت هنا انت كده انت عايز تجنريت بيها 2 في جي اس برضو، يبقى احنا كده غلطنا خسرنا كل حاجه. اولا حرقنا كارنت زياده عشان استخدمت سيركت ثانيه، والحاجه الثانيه انا جنريتد 2 في جي اس، فالنقطه دي لو هي 2 في جي اس يبقى 2 في افكتيف زائد في ثريشولد، يبقى عملنا نفس مشكله الكومبلاينس من ثاني. التوصيله دي بتضمن لك ان الديفايسز دي شغاله في الساتوريشن. الديفايسز دي قبل كده هنا انا كنت ضامن كده كده ان الاثنين دول هيبقوا شغالين في الايه؟ في الساتوريشن عشان ما ضيعت كونكت. لكن التوصيله دي هتبقى انت ممكن تحلها هتكتشف ان هي عامله لك كونديشن ان هي مظبطه لك ان الديفايسز دي يبقى شغاله في الساتوريشن. تمام؟ الديفايسز دي انا كده كده لما عملت دي في بي تمام؟ هي بالظبط يعني هتلاقيها بتضمن الديفايس ده. لما انا عملت هنا بايسنج بنقطه دي في بي انا جايب مينيمم كومبلاينس للديفايس ده بحيث يشتغل صح، فانا ضامن ان الراجل ده كده دلوقتي هيبقى شغال صح ما دام انا ملتزم بالكومبلاينس. والنقطه دي نفس الكلام لان هنا دي 2 في افكتيف زائد في ثريشولد، فنزلت في افكتيف زائد في ثريشولد، فاضل هنا في افكتيف. مين هنا؟ وهم كانوا شغالين في الساتوريشن اه، بس كانت مشكله ان النقطه دي لما بقيت جابرهم شغالين في الساتوريشن وكده النقطه دي بقى البايس بتاعها بقى عالي فغلطت في الكومبلاينس. تمام كده؟ دي مشكلتها ان انا حرقت كارنت زياده اللي هو الاي ريف ده، فبقيت بحرق ايه؟ فبقيت بحرق هنا ايه؟ بقيت بحرق اي ريف هنا واي ريف هنا عشان اعرف اجنريت الفولتج ده. جنب بقى اللي بيتحرق اصلا الاي اوت اللي هو الايه؟ ده مش مشكله لان كده كده ده اللي انا عايز اسلمه اساسا، بس انا وانا بجنريت الكارنت ده خسرت دلوقتي 2 اي ريف، حرقت 2 اي ريف. تمام كده؟ ماشي. السؤال اللي بعديه بيقول ايه؟ ان انا عندي هنا تريبل كاسكود، بدل ما كان عندي كاسكود بس عادي اللي هو اثنين ديفايسز كده، انا بقى هنا عملت ايه؟ حطيت دايت كونكت ديفايس فوق منه دايت كونكت ديفايس وفوق منه واحد كمان دايت كونكت. تمام؟ وبقى ميرور الكلام ده كله الناحيه دي طبعا وبستلم الاي اوت من هنا. تمام؟ اول سؤال بيقول لي عايز الار اوت، الار اوت بكام؟ هسهل على نفسي، انا عارف الار ايكوفالنت دي بكام صح؟ ان انا لو بصيت من هنا انا عارف انا لو بصيت لتحت هشوف ايه صح؟ النقط دي كلها دي سي وبالتالي كلها بت ايه؟ بتترجم لايه؟ لجراوندز عادي صح؟ يبقى الار ايكوفالنت اللي انا شايفها من هنا هتبقى بكام؟ هتبقى ار نوت ده زائد ار نوت ده زائد جي ام ده ار نوت ده ار نوت ده صح كده؟ اللي هي ايه؟ ار نوت 4 زائد ار نوت 2 زائد جي ام 4 ار نوت 4 ار نوت 2. تمام؟ وعشان ابص بقى من فوق خالص هبقى شايف ايه؟ هبقى شايف ار نوت 6 زائد زائد ار ايكوفالنت زائد جي ام 6 ار نوت 6 ار ايكوفالنت صح كده؟ الار اوت دي طبعا كبيره جدا. تمام؟ يعني هي اصلا بتاعت الكاسكوب بس غالبا هتبقى كفايه بالنسبه لك. الرقم ده كبير قوي اللي هتقراه من الار اوت. ليه؟ عشان الترم اللي هو هيبقى جي ام 4 ار نوت يعني ايه؟ الترم اللي هو بقى جي ام 6 ار نوت 6 ويخش جي ام 4 ار نوت 4 ار نوت 2. تمام؟ تمام كده؟ ماشي. طيب الكومبلاينس بتاع السيركت دي، الكومبلاينس بتاع السيركت دي هيبقى بكام؟ هي النقطة دي أصلا الدي سي بتاعها كام؟ 3 في جي اس صح؟ ليه؟ زي المرة اللي فاتت في جي اس وفي جي اس وفي جي اس. يبقى النقطة دي 3 في جي اس. تمام؟ لما النقطة دي 3 في جي اس هل مين الديفايس اللي أنا قلقان منه؟ ام 6 بس صح؟ لأن الديفايسز دي مستريحة أكتر من اللازم أصلا. والديفايسز دي دوت كونكتد يبقى فاضل لي ام 6 بس. لو جيت أطبق الشرط بتاع ام 6 في الساتوريشن اللي هو في جي دي يبقى أصغر من أو يساوي في ثريشولد، هلاقي إن الجيت عليها كام؟ 3 في افكتيف زائد 3 في ثريشولد. والدرين عليه الفي اوت، فلو ده اصغر من في ثريشولد يبقى الفي اوت محتاج ان يبقى اكبر من كام؟ 3 في افكتيف زائد 2 في ثريشولد صح؟ وده حصل ليه؟ وده حصل لان الراجل ده واخد زياده في ثريشولد والراجل ده واخد زياده في ثريشولد، يعني هما كان المفروض يرتاحوا لو عليهم في افكتيف بس صح؟ ده بقى عليه في افكتيف زائد في ثريشولد وده بقى عليه في افكتيف زائد في ثريشولد، فانا كده طبعا عامل باد ديزاين. تمام؟ 3 في افكتيف زائد 2 في ثريشولد ده هيطلع اصلا اكتر من السبلاي. تمام؟ لان في ثريشولد كبيره وضربتها في 2 جمعت عليها 3 من الفي افكتيف، الكلام ده هيطلع بره السبلاي، يعني اصلا سيركت زي دي ممكن تلاقي ان انت مش عارف اصلا انت ايه تعملها اساسا. تمام؟ مش سامع. لو في اوت قل عن في كومبلاينس اه. هو ده اول واحده هيخرج اه. ليه؟ عشان النقط دي مورور ليس اصلا ثابت عليها ان هي ايه؟
هو اصلا الميرورنج جاي من تحت هنا صح؟ النقط دي جايه هو اولا الشرط الكومبلاينس احنا مطبقينه على ايه؟ على الديفايس اللي فوق ده صح؟ فاول واحد هيخرج هيخرج هو ده لان ده اول واحد انا كنت قلقان منه اساسا. ده اولا. ثانيا انت عندك النقطه دي 3 في جي اس فلما نزلت في جي اس عليك هنا كام؟ 2 في جي اس اصلا صح؟ والراجل ده عليه من الاول عليه في افكتيف زائد في ثريشو والتحت عليه في افكتيف زائد في ثريشو لكن الفوقاني هو اللي انا كنت حاطط عليه في افكتيف بس. ما هو ده اللي جاب 3 في افكتيف زائد 2 في ثريشو ان هو في افكتيف وفي ثريشو وفي افكتيف وفي ثريشو والفوقاني في افكتيف بس. فاول ما الكومبلاينس ينزل ايه اللي هيحصل؟ الفي افكتيف ده اللي فوقاني ده نزل حتى لو الاثنين التحتانيين دول لسه معاهم في ثريشولد احتياطي فبالتالي مش هيخرجوا من الساتوريشن. اول واحد هيخرج من الساتوريشن هو الديفايس الفوقاني. وضحت؟ ليه عليهم في افكتيف زائد في ثريشولد؟ علشان النقطه دي النقطه دي واقفه عند كام؟ واقفه عند 3 في جي اس صح؟ عشان في جي اس واحده وواحده يبقى النقطه دي الفولتج بتاعها كام؟ 3 في جي اس. الديفايس ده نزلت عليه كام؟ في جي اس. فيبقى النقطه دي عليها كام؟ 2 في جي اس. والنقطه دي عند كام؟ 2 في جي اس. فلما نزلت في جي اس بقت النقطه دي عليها كام؟ في جي اس. يبقى ده معناه هنا في جي اس وهنا في جي اس. واضحه؟ يبقى هنا عليه في افكتيف زائد في ثريشولد وهنا عليه في افكتيف زائد في ثريشولد. اقولها تاني ولا خلاص؟ لكن ده بقى عليه في افكتيف بس. ده في افكتيف بس اللي هو المينيموم يعني وده باي ديزاين بقى عليه في افكتيف زائد في ثريشولد الاثنين اللي تحت دول. فبالتالي طبعا ايوه هيبقى بالترتيب كده هيفضل كل واحد ورا الثاني ينزل هنا كده عادي. يعني هتلاقي واحد ورا الثاني بيخرج كده. بس انت اول واحد هيخرج من هنا وانت اصلا اول ما ده يخرج من الساتوريشن انت خلاص انت بقيت متضايق دلوقتي. تمام؟ ليه؟ لان انت ما بقتش بتشوف ار اوت كبيره اساسا. تمام؟ بغض النظر ان الراجل ده عامل تريبل كاسكود فبالتالي انت ستيل هتفضل برده شايف كتير في الاول بس قصدي انت في العادي هتتاذي اول ما تلاقي ان في الكاسكود العادي الديفايس الفوقاني ده بيخرج هتعاني. تمام؟ في حد كان عنده سؤال تاني؟ في حد كان عنده سؤال هنا؟ طيب خلاص كده السؤال ده. السؤال بقى اللي بعديه بيقول ايه؟ السؤال اللي بعديه بيقول ان انا عندي هنا هو ايه ده اصلا؟ ايه ده؟ هو مش اوب اب هو اسمه او تي اي يعني اوبريشنال ترانسكوندكتنس امبليفاير اللي هو بنسميه 5 تي او تي اي. ايه الفرق ما بين الاوب امب والاو تي اي؟ في اوتبوت ستيج كده صح؟ ان انا ايه ان الاوب امب يعني ان انا الاوب امب هو عباره عن او تي اي بس حطيت ورا منه بفر فبقى عارف يديني كارنت يعني بقى عارف يديني فولتج قصدي لان بفرت. تمام؟ طيب فده كده بنسميه اصلا 5 تي او تي اي. تمام؟ جاي 5 تي جاي من ان هو يعني ايه خمسه ترانزستورز يعني. تمام؟ طبعا هنا اصلا انا ممكن اعمل ده عن طريق ان انا اعمله اي اس اس كده بس وممكن اعمله اصلا ان انا اعمل برده كاسكود وزي نفس الكلام اللي فات. ما ده كده كارنت ايه؟ كارنت سورس ممكن اعمله باي كارنت ميرور من اللي انا كنت عامله قبل كده صح؟ بعد كده يبقى انا ايه استلمت الاوتبوت بتاعي من هنا ده مشيته على ايه؟ مشيته على ايه؟ ايه الستيج دي كده؟ الستيج دي بفر. الستيج دي اللي هي ام 1 وام 2 دي كده مع بعضها تمام؟ ده انا بستلم السيجنال بحطها من على الجيت بتاعت ام 2 ده اللي هو ده ايه شغال كانه ايه؟ بفر او سورس فولور يعني. بحط من على الجيت واستلم من الايه؟ السورس بتاعه. تمام؟ وام 1 ده شغال كايه؟ بايس عادي صح؟ كارنت سورس. دلوقتي انا خدت بعد كده الايه؟ خدت الحاجه دي من هنا وحطيتها على الايه؟ على التيرمينال دي. تمام؟ مين في دول التيرمينال اصلا البوزيتيف ومين النيجاتيف بالنسبه للاو تي اي ده؟ هي ما دام متوصله كده فاكيد دي النيجاتيف صح؟ يعني اكيد انا مش هحط بوزيتيف فيدباك كونفجريشن، انا هحط نيجاتيف فيدباك صح؟ بس هي اصلا ليه النقطه دي بتبقى دي النيجاتيف وتبقى دي البوزيتيف؟ تمام؟ لو انا عندي هنا لو انسى ان في ستيج ثانيه، انا عندي بس هنا اوتبوت عندي كاب اسمه سي 2 من النقطه دي للجراوند تمام؟ ركز ركز معايا. مين؟ ما هو محطوط على النيجاتيف فعلا. من فين؟ من هنا؟ هنا كده مثلا. هنا يعني. هتاخد نيجاتيف اه وبعدين؟ لا ده سورس فولور ده بريء ما بيديش اشاره ولا حاجه ده سورس فولور
الجيت عايزه تفولو يعني مش زي بعض مش بيعملوا مشكله تمام. الثاني اللي انت بتتكلم عليه ده كومن سورس اللي هو يبقى اللود فوق بتستلم الدرين تمام. فدي كده يبقى ايه نيجاتيف فيدباك لوب عادي ما فيهاش مشاكل تمام. هو اصلا احنا بقى انسى ان في هنا ستيج ثانيه اساسا انسى دي. احنا دلوقتي لو انا عايز اعرف اصلا مين في دول البوزيتيف ومين النيجاتيف اعرفها ازاي؟ اللوب؟ لا انا دلوقتي انا ناسي اصلا ان في لوب، انا عايز اشوف بس ان انا عندي هنا دلوقتي في تيرمينال وهنا في تيرمينال، عايز اشوف ان الاوتبوت بتاعي اكيد بستلمه من هنا صح؟ ليه انا بستمشي الاوتبوت من هنا اساسا؟ ما هو مفيش رجوع، انا فاتح اللوب. انا انسى ده. انا بس عندي اثنين تيرمينالز هنا وعايز اشوف مين فيهم البوزيتيف ومين النيجاتيف لو انا مستلم الاوتبوت من هنا. اه هفرض ان الفولتج اللي هنا زاد سنه واشوف الاوتبوت زاد زيه ولا لا تمام. لو زاد زيه يبقى ده كده البوزيتيف تيرمينال بتاعنا، لو لا زاد ده قل يبقى ده النيجاتيف تيرمينال تمام كده. انسى بقى ان انا عندي ستيج هنا، انا عندي بس هنا كاب كده اسمه سي 2 تمام. لو الكرنت لو الفولتج اللي هنا زاد سنه يبقى الكرنت اللي ماشي في البرانش ده ايه اللي حصل فيه؟ زاد سنه صح. لو الكرنت اللي هنا ما زاد سنه يبقى اللي هنا برضو ايه زاد سنه زيه، وده اتعمل له ميرورنج فده زاد، ولما ده زاد اصلا ده قل فالكرنت اللي هنا قل، فالاجمالي الكرنت اللي رايح لسي 2 زاد ولا قل؟ زاد صح. يبقى الفولتج بتاع النقطه دي زادت ولا قلت؟ زادت صح. يبقى هي ليها نفس الساين بتاع الدي، لما ده زاد ده زاد، يبقى اذا ده البوزيتيف بتاعنا تمام كده. دي عامة يعني بتيجي ازاي، بس عامة الناس اللي مش مهتمة بالنسبة له الدايت كونكتد بيبقى اللي معاه البوزيتيف تمام، والناحية التانية النيجاتيف. واضحة كده؟ ده قال لان ده ديفرنشال بير، لما ده يبقى يتعمل له اكسيتيشن. ايه؟ ازاي الفولت زاد؟ هنا انسى دلوقتي اللوب دي صح؟ احنا بنتكلم على ديفرنشال بير اللي هو الاو تي اي بس. لان النقطه دي ثابته ان هي المفروض ايه؟ اي سي جراوند صح؟ او ايا كان النقطه دي المفروض انها ثابته مع الديفرنشال بير. فلو الجيت دي زادت شويه يبقى بالتالي ايه؟ الفي جي اس بتاعت الديفايس ده زاد. فبالتالي الكرنت اللي ماشي فيه جي ام في جي اس اي سي سيجنال. مش الكرنت، مش انا دلوقتي بتكلم على حاجات اي سي، عايز اشوف البولاريتي دي يعني اي سي صح؟ عايز اشوف الجين. فلو ده زاد سنه يبقى انا بتكلم دلوقتي على اي سي سيجنال صح؟ النقطه دي ثابته في الاي سي سيجنال، والجيت زادت شويه يبقى الفي جي اس اجمالا زادت، والتيار اللي ماشي هنا اسمه ايه؟ ده التيار اللي ماشي هنا دلوقتي اسمه جي ام في جي اس صح؟ لان انا بتكلم على اي سي سيجنال دلوقتي. فجي ام في جي اس ده زاد شويه لان الجي اس زادت شويه، ولما طلع فوق هنا ما هو نفس الكرنت اللي ماشي هنا مشي هنا، فبالتالي ده زاد شويه بعد كده اتعمل له ميرورنج فزاد. زاد يعني مش زاد كل شويه يزيد، يعني انا قصدي ان هو زاد مره واحده وده بسببها، فاهم قصدي؟ ازاي بقى اللي رايح للكاب هنا؟ ما هو انت بقى الكرنت اللي هنا ده زاد شويه صح؟ انت قبل كده كان في عندك كرنت معين ماشي، انت دلوقتي الكرنت ده زاد شويه والكرنت ده قل شويه، يبقى الزياده راحت فين؟ للكاب. ازاي بقى الفولت بقى ده زاد؟ فولت؟ لما الكرنت بقى ده زاد ازاي في فولت كده زاد؟ علشان عادي ده كاب وممشي فيه انت كرنت، مش انت لو جبت كاب ومشيت فيه كرنت. هو في اي اوت دلوقتي داخل على كاب. مش الفولتج ده هيبقى عايز كانه يرام؟ مش عايز يزيد عادي؟ كاب وبتمشي فيه كرنت. تمام؟ طيب الناس معانا؟ دلوقتي احنا عندنا هنا ايه؟ نرجع بقى للسكت نفسها، عرفنا مين البوزيتيف ومين النيجاتيف؟ ووصلت دلوقتي ايه؟ باشمهندس ركز معانا. وبعد كده عندي هنا ايه؟ انا وصلت الستيج اللي بعد كده اللي هو ايه؟ السورس فولور ده، تمام؟ خدت انا بقى ايه؟ الاوتبوت بتاع الاوب امب او الاو تي اي يعني، وصلته بالسورس فولور ده والاوتبوت بتاعه رجعته على الايه؟ اهي كاني عامل بفرنج. تمام؟ ده اللي هو بالظبط كاني رسمت ايه؟ ال 5 تي او تي اي ده شلته وحطيت مطرحه اللي هو الايه؟ الستيج دي كده تدي ايه؟ تمام؟ والبوزيتيف والنيجاتيف تيرمينالز بتاعتها ايه؟ البوزيتيف عليها الفي سي لان قلنا ان ده اللي مع الدايت كونكتد، والنيجاتيف هو اللي واصل بايه؟ بقيه الدايره. عندي هنا ده ام 2 موجود زي ما هو وام 1 تحت اللي هو البايس بتاعي. تمام؟ وهنا في الكاب اللي هو اسمه سي 2 وهنا في الكاب اللي اسمه ايه؟ سي 1. تمام كده؟
طيب هو اول حاجه بيقول لي ايه مين البوزيتيف مين النيجاتيف عملناها. تاني سؤال بيقول لي هو عايز يشوف الار اوت عند الدي سي. يعني ايه ار اوت عند الدي سي؟ يعني عند اللو فريكوانسي كده، وبالتالي ما عنديش ايه، ما عنديش كابس، مش شايف الكابس. تمام. طيب هنعمل الار اوت ازاي؟ هنيجي عند الفي اوت ده ونحط ايه في اكس واي اكس، صح؟ لو عملناها من هنا كده وبقى عندي دلوقتي ايه، انا عندي دلوقتي الاوب امب ده بيقول ايه؟ الاوب امب ده بيقول ان الاوتبوت بتاع النقطه دي كده بيساوي كام؟ بيساوي ايه في الفرق ما بين الفي سي ده والماينس دي، صح كده؟ ده عشان هو انا فرض ان هو ليه فاينايت جين، ان هو ايه بس مش بانفينيت. لو انفينيت هيعمل ايه؟ هيشد النقطه دي لدي على طول، صح؟ طيب يبقى الفولتج بتاع النقطه دي هو عباره عن كام؟ ايه في الفرق بين الاثنين دول؟ بس انا بعمل ار اوت، يبقى انا ببص دلوقتي على حاجه سمول سيجنال، صح؟ الفي سي ده اذا دي سي فولتج، صح؟ وبالنسبه لي ده هيبقى ايه؟ جراوند. فانا لو حطيت السمول سيجنال موديل بتاع الكلام ده بافتراض ان النقطه دي بتساوي ايه؟ في زيرو بقى ماينس البوينت دي، تمام؟ وبدات احل المعادلات. هو الناس فاكره السمول سيجنال موديل اصلا؟ مش فاكراه، مش فاكراه، صح؟ الناس بتتعقد دايما من السمول سيجنال موديل. طيب السمول سيجنال موديل يعني هو بيقول ان انت عندك الديفايس بيبقى ليه ثلاثه تيرمينالز، الجيت والسورس والدرين. الجيت فلوتنج والسورس بيبقى يعني واصل ما بين الدرين بالفولتج كنترول كارنت سورس ده اللي هو بي اتش ام في جي اس، وما بين الدرين والسورس برضو بيبقى في ار نود، تمام كده؟ يعني ما اعرفش ممكن يتقال ايه تاني، بس يعني هي السمول سيجنال يعني ما بيخوفش، ما اعرفش الناس دايما ما بتحبوش ليه. بس المهم ان انا لو عملت السمول سيجنال موديل بتاعي ومعلوميه ان النقطه دي الفولتج بتاعها بيساوي A في 0 ماينس البوينت دي، تمام، ومشيت ورا الايكويشنز اللي موجوده في السكشن، هلاقي ان انا وصلت ايه في الاخر؟ ان الفي اكس على الاي اكس اللي هي الار اوت بتاعتي هي بكام؟ ار نود 1 زائد ار نود 2 اللي هي من هنا كده، ار نود 1 زائد ار نود 2 زائد جي ام 2 ار نود 2 ار نود 1 بس مضروب في حاجه. ايه الحاجه دي؟ 1 بلس A. الايه ده اللي هو الايه؟ الجين، الاوبن لوب جين بتاع الاو تي اي، تمام؟ ده معناه ان انا بالنسبه لي ان انا بقيت شايف من هنا الار اوت بتاعتي كبرت ولا لا؟ كبرت طبعا، صح؟ كبرت بقد ايه؟ كبرت ب 1 بلس ايه. طيب حد عنده تصور الار اوت دي كبرت ليه؟ عشان الفيدباك. يعني ما هنكون ليه؟ دلوقتي كانت الديفايسز دي واصله قبل كده، لو انا كنت عاملهم من غير ما اكون عامل فيه فيدباك في اللوب انا كنت شايف في العادي الكاسكود اللي هو ار نود زائد ار نود زائد جي ام ار نود ار نود. لما بقيت عامل اللوب دي احنا عارفين ان الفيدباك دايما بيساعدني، صح؟ بندوس عايز ازوده بيزوده لي، بيخلي لي الجيم مش بيتحرك مع اي حاجه بتتغير جوه مع الدايره، لما اخليه مثلا ريشوز ولا حاجه. برده من ضمن الحاجات انه لو انا بستلم يعني لو انا عايز الار اوت تكبر هيكبرها لي، لو انا في مره ثانيه عايز الار اوت تصغر هيصغرها لي، صح؟ فانا هنا اصلا عايز ايه؟ الار اوت بتاعتي تكبر عادي، تمام؟ لان انا بستلم من هنا ممكن ابص عليه انه برده كانه كارن ميرور بستلم منه كارن، صح؟ طيب تاني سؤال بيقول الفي كومبلاينس، انا عايز الفي كومبلاينس بتاع السيركت دي يعني اقل فولتج للفي اوت بحيث ان هي ايه؟ بحيث ان هي تفضل الدايره شغاله كويس، تمام؟ هو النقطه دي مش المفروض انها في سي، صح؟ وده يعني او تي اي عادي، صح؟ عنده ديفرنشال بير، الديفرنشال بير دايما بيحاولوا يخلوا الايه؟ الاثنين زي بعض، صح؟ من ده من هنا بيبان من هنا ان لو كل ما الجين ده كبر المفروض الفي بلس والفي ماينس المفروض يساووا بعض، صح؟ يبقى النقطة دي اللي هي النقطة دي مور لسه المفروض تساوي كام؟ في سي برضه، صح؟ نقلها يعني من هنا لهنا. لو النقطة دي عليها في سي يعني كده الديفايس ده عليه في سي، صح؟ عشان الراجل ده يبقى في الساتوريشن المفروض يبقى عليه هو كمان ايه؟ في افكتيف، في افكتيف بتاعته في افكتيف 2، صح؟ نحسبها بقى ايه؟ من الكرنت اللي ماشي هنا والدايمنشن بتاعه، صح كده؟ يبقى الفي كومبلاينس بيساوي كام؟ في افكتيف 2 زائد الفي سي دي. واضحة؟ مش واضحة؟ طيب ماشي. دلوقتي ده كده خلينا نبص من هنا اسهل، مش ده كده بيحاول يشد البلس والماينس زي بعض؟ يبقى لو البلس عليه في سي يبقى الماينس عليه كام؟ في سي هو كمان مش نيجاتيف، يعني هما الاثنين زي بعض، هو بيحاول يشدهم هما الاثنين يبقوا زي بعض. عشان ما يبقاش في فرق في الديفرنشال بير عن بعض يعني، تمام؟ يبقى النقطة دي المفروض إنها بتساوي كام؟ في سي برضه. لو النقطة دي الفولتج هنا عليه في سي، تمام؟ يبقى أنا في الفي أوت عايز الراجل ده يبقى عليه كام؟ أنا عايز يبقى عليه في افكتيف وبعد كده في زيادة هنا في سي تاني، صح؟
يبقى انا عايز الفي اوت ما يقلش عن في افكتيف زائد في سي عشان ما يقلش هنا ولا هنا، صح كده؟ طيب دلوقتي ايه فاضل؟ بس كم حاجه بسيطه، ان الجين اصلا بيساوي كام؟ ان انا احنا جبنا الاكسبريشن بتاع الاراوت فانكشن في الجين بتاع الاو تي اي ده، صح؟ الجين اصلا بتاع الاو تي اي بيساوي كام؟ الجيم بتاعت الانبوت ديفايسز اللي هو جيم 4 مثلا في ار نود 4 بدل ما ار نود 6، صح كده؟ طيب دلوقتي لو انا بقى عايز اتكلم عن الجين ده عايز اشوفه اي سي، يعني عايز اشوفه عند فريكونسيز عاليه كمان مش بس عند اللو فريكونسي، ايه اللي هيبدا يظهر معايا كده؟ الكابس، صح؟ الكاب اللي هيبدا يظهر معايا في الجين مين؟ الكاب ده بتاع سي 2 ده، صح؟ هيظهر ان بارلل مع مين؟ ام 4 وام 6 الار نودز بتاعته، صح؟ يبقى كده الجين هيبقى بيساوي كام؟ هيبقى بيساوي جيم 4 في ار نود 4 بارلل مع ار نود 6 بارلل مع 1 على اس سي 2، صح؟ طيب ده كده هيقلل لي الار اوت ولا لا؟ هيقلل الار اوت، صح؟ لان هو الار اوت كانت اصلا فانكشن في الجين ده، فلو الجين ده بيقل يبقى الار اوت كمان بتاعتي هت ايه؟ هتقل، صح؟ طيب الطلب اللي بعديه برضو بيقول ان هو عايز يشوف الزد اوت، فالزد اوت هو عباره عن ايه؟ الزد اوت اوف اس اللي انا شايفه من هنا خالص هو عباره عن ايه؟ الار اوت اللي انا شايفه ان انا عملتها ديريفيشن قبل كده بارلل بس مع الواحد على اس سي 1 اللي انا ما كنتش عامل له حساب قبل كده لاني كنت بحل عند الدي سي. تمام كده؟ ماشي، اخر بقى مساله برضو بيقول ايه؟ انه عنده تو ديفايسز عايز يتفرج برضو هنا على ايه؟ على الجين والار ان والار اوت والجي ام بتاعت ديفايسز كده واصلين ايه؟ ام 1 وام 2. ام 2 وصل دايت كونكتد وبيستقبل الفي اوت من هنا ومدخل الفي ان انبوت على الام 1 عنه. تمام؟ الار ان بكام؟ انفنت عادي، صح؟ لان انا داخل هنا على الكاب، تمام؟ على السي جي اس، فبالتالي انا فرض ان هو ايه صغير فبالتالي الار ان انفنت. الار اوت بكام؟ انا شايف من هنا ايه؟ ار نود 1 بارل مع ار نود 2 بارل مع ايه؟ واحد على جي ام. ليه؟ لان الديفايس اللي فوق ده دايت كونكتد، فلما ابص له من الجيت او ابص له من الدرين اللي هم دايت كونكتد بشوف منه ايه؟ 1 اوفر جي ام، صح؟ يبقى انا كده شايف ايه؟ الار اوت شايف ار نود 1 بارل مع ار نود 2 بارل مع 1 اوفر جي ام 2، صح؟ طيب الجيم بقى بتاعي الاي في هو بكام؟ ده كانه في الاخر كومن سورس امبليفاير، صح؟ ان هو من تحت الديفايس ده لودد بالديفايس اللي هو دايت كونكتد ده، فبالتالي يبقى الجيم بتاعي هو كام؟ نيجاتيف جي ام 1 في ار نود 1 بارل مع ار نود 2 بارل مع 1 اوفر جي ام 2. واضحه دي؟ ان انا بقول ان الجين هو عباره عن نيجاتيف جي ام ديفايس الانبوت ديفايس بارل مع اللي انا شايفه من ناحيه الار اوت اللي هو ار نود 1 بارل مع ار نود 2 بارل مع اللي هو يختصر على كام؟ نيجاتيف جي ام 1 على جي ام 2. ده يبقى كويس معايا في البي في تي والكورنرز وكده، علشان ايه؟ عشان الجي امات هتتراك بعضها، صح؟ لو يعني لو في كورنر الجي ام قلت فيه يبقى الجي ام الثاني برضه هتقل ويفضل الرقم الى حد ما ثابت. اخر حاجه بقى بيقول عايز يجيب الكابيتال جي ام. الكابيتال جي ام انا ممكن اجيبها ازاي؟ انا ممكن اقول اصلا ان انا الجيم انا جبت الجيم من قبل كده ان هو بيساوي جي ام ار اوت وانا عارف الار اوت، فالجي ام هي كام؟ جي كابيتال ام هي اكيد نيجاتيف جي ام 1 سمول، صح؟ ممكن برضو اجيبها من التعريف. هو تعريف اصلا الجي كابيتال ام ايه؟ ان انا بحط السيركت بتاعتي الفي انبوت طبعا موجود، الجي كابيتال ام هي تعريفها هي نسبه الاي اوت اللي طالع معايا في الاخر خالص على الفي ان اللي انا حطيته، تمام؟ بس والاي اوت رايح للجراوند، يعني هو تعريفه ان الكرنت رايح للجراوند، تمام؟ فانا لو حطيت الديفايس بتاعي هنا كده، تمام؟ ده السبلاي، ده الديفايس الفوقاني وده الديفايس التحتاني، وانا عامل هنا اصلا شورت سيركت. هنا بيمشي تيار بكام؟ جي ام في ان، صح؟ الجي ام في ان ده هنا في شورت سيركت، فبالتالي انا كان الفوق ده كله مش معايا. يبقى كل الكرنت هيمشي في الشورت سيركت، صح؟ يبقى اي اوت هيساوي كام؟ نيجاتيف جي ام في ان، عشان الكرنت كان ماشي هنا كده وانا باخده هنا للجراوند، يبقى بالتالي يبقى الايه؟ الجي كابيتال ام بتاعتي هي كام؟ نيجاتيف جي ام 1، تمام؟ شكرا.